بحيرة جنيف مرة كبيرة، يمكن أكبر بحيرة قد شفتها، والجهة الثانية فرنسا. استمتع بالمناظر من الشباك. بحيرة جنيف. فندق شكله فخم. أيوة. الغرفة الأولى. أحلى شيء في هذه الغرفة المنظر. جاد كيف وصلت هناك؟ أجواء خرافية في الليل. باص بالكهرباء حيوديني لقلعة شيون. وصلنا القلعة. كمية السياح اللي هنا. جبال ورايا. مرة حلوة. فين تمسح؟ رجعنا للماضي. كان يستخدموا هذا الشيء ليش يا مان؟ كان يعلق الخرفان. حسبوه إيمان. فين يوسف راح يا جماعة؟ كيف تاكلوا اكل السجن يا ايش بيقول؟ ماشي. فين العيال؟ من اول ايمان يوسف يستنى يطلع فوق الدرج لكن زحمه. ايمان يلا اطلعي. ما شاء الله مناظر خلابه. الحين احنا في حديقه القلعه، منصه على البحر هنا. شو كيف صافيه المويه؟ مره حلو. حندخل هذا المكان اسمه ميني جولف. احنا ميني جولف ولا حديقة حيوانات؟ ادخل الكورة ولا لا؟ لا انت غشيمة. بخلي ما حتدخليه. الشاشة نطت عتنا؟ في ناس بينطوا فوقنا. لازم يلبس حماية قبل ما يدخل الكهف. مين ولا يسار؟ كأنك في كهف حقيقي. ها؟ لازم اجي معاكي؟ ايوه لازم. داخل الكهوف تحديات والعاب. لقيت صورة مان الحين بيتسلقوا على الكور كلهم. بسم الله. شوف ما فرحت الخوف وجهه. خايف برا. شو كيف يتس. جات في هذه المدينة. شوفوا فين أنا. فين بتروحي بالدراجة؟ ارمي الكور على اللصوص. شوفوا الزحلقة هذه الغريبة. بسم الله. لازم تصطدموا في بعض هنا. وقف هنا؟ صدام أنس. جاءت هنا. غريب إنه هذا المكان جنب الطبيعة الخلابة هذه. يوم جديد وحياة جديدة وسعيدة. الطيور انبسطوا لما تركنا الطاولة. قطارات عجيبة هنا، دورين أو ثلاثة. حنبدأ يومنا برحلة على هذا القطار. صورة قدامنا. أحلى مناظر. يقول شيء كأني حافية. لا يكون تبى المناظر. وقفنا هنا لعشرة دقائق. شوفوا القطار. هتمشي إلى تحت؟ لا. ما نترك هذا المكان. عصير عنب طازج من هذا المكان. كيف يا جماعة؟ ورجعنا للبداية. كيف كانت الرحلة؟ ممتعة. ايوه مره المويه صافيه كمان. تشوفوا كل الاسماك. سمك انت؟ شوف الكلاب هذه كيوت. الحين حناخذ جوله على هذا القارب، من قطاره الى قارب. بنستكشف السفينه الحين. طاولات ومطعم. لقينا غرفه خاصه هنا. برا في جلسات حلوه كمان. بنشوف الموتر من هنا. البوت على اشكال سيارات. انس لقى كرسي لقدام. مرتاح؟ ايش تشوفي؟ اشوف دولفين، حوت، سمك القرش، اشوف انس. انس ايش بيسوي في مويه؟ الجبل هذاك يوصل للغيوم. ها وفي جبال هناك لسه عليها ثلج. دخلنا فرنسا. ايش بتسوي تحت؟ This is a nice place. كنا في هذه القلعه. لا كذابه. شكرا. باي. رجعنا لمكان فندقنا. شوفوا النشاط هنا والحيويه. يوسف حرك من الشوكة. شالي يا ماي. شوف الشوكة لنا. فرشاة أسنان محفور عليها أسامينا. هذه احتفظ بها كعمل فني. يوم جديد وحياة جديدة وسعيدة. بيوم عجيب اليوم. يوسف لا تقول أنس. رايحين مدينة لوزان. وصلنا أكبر مدينة حول بحيرة جنيف. حنجرب المترو. أول مرة ندخل محطة والأرض مايل. يقولوا هذه عاصمة الأولمبيات لوزان. هذه فرنسا هناك في الجهة الثانية. 224 درجة حتى نطلع فوق البرج هذا. لا لا مو عادي. إلا لازم تمشوا. يقول أول شيء برتاح. شوف المدخل.
224 درجة، يلا يمشي بسرعة، يلا يمشي يمشي بسرعة يا مان يمشي، يلا يلا شوي وبنطلع فوق. أبوكم أكبر منكم وأنشط. لسه باقي فوق كمان، لكن شوف المنظر، احنا مرة عالي فوق. ايه ممنوع ترين الجرس. لا ايه في كمان درج، يلا نطلع فوق، ما طلعنا فوق البرج بالكامل. بسرعة يلا يلا لسه في كمان فوق. مرة فوق احنا مرة عالي من جد، حتى انا والله خاف. كمان فوق يلا، المشكلة ما في مصعد، لازم تنزلوا كمان. اخيرا طلعنا فوق اخر شيء خلاص. مرة عالي انا لا يلا امشي. زحلقة قالت ما احتاج تلبس كمامة، هنا كل المويه في سويسرا تقدروا تشربوا منها زي كذا. كيف؟ كويس بسم الله. كويس بسم الله. ايش الخطة الحين؟ حندخل هنا وناخذ شوكولاتة. بس فكروا بالشوكولاتة انتم، يا كثر الشوكولاتات اللي اكلوها هنا. الساعة 12 الحين، المفروض نشوف عرض هنا بالكاب كيك. قدرت تقنع إيجاد انه يجلس بالعربية؟ الحين حندخل متحف الأولمبياد. عنده سكسباك زيي. واضح. شوف مظلته. مظلة مائية. ممكن اكل كله؟ كله. اكلت كثير حلا هذا الرحلة. ما قدرت اتقاوم. قلبي جاد كل شوية يشتري من مكان لمكان. رينبو. رينبو. كويس. واو هذه حق الأولمبياد، حق النار. يقول لازم ترقص هنا. أعتقد هذا اللبس مناسب لك يا إيمان عشان لابسة حجاب. ورينا حركات كاراتيه، أنت تخش الأولمبياد ياهو. يحاول يسوي أشكال كول لكن مو هم كول. 3 2 1 سيلفي. هنا في ألعاب الأولمبياد لكن زحمة ناس، ها؟ يقدر يجربوا. أنا سيمان من أول بيستنوا لهذا اللعبة. كلهم يكون الأول، ما حد يكون الثاني أو الثالث. نشوف من أسرع، واحدة ثلاثة. وهذه بوت زحليقة. ايه بتشرب من فمك كلب؟ دفني فرنسي. ايش يعني؟ يعني ما تتكلم فرنسي؟ فجأة صادفنا ملاهي هنا، تبي تدخلي جو هنا؟ لا خوف. ما في اللي انزل من هنا. متعلق ما اقدر. مين بيفوز؟ شوفوا محل العاب هذا زي سفينة. ايش هذا تنط عليها؟ انا جعانة شوية. عندي بيتزا. بيتزا زود. اي وسخ البيتزا لا تاكلوه. تعال شوف ضفدع فوق. تبغاه؟ اعطيني ذراعك. يسي مرة صغيرة ما تبغى فراشة مو ضفدع؟ طيب اه. من اروع الاماكن اللي زرناها. بكرة رايحين لمنطقة غراب اندن الرائع بالسويسرا، ترقبوا الفيديو القادم. مع السلامة.